لقناه عن القرار ليس مفاجئ بالنسبه لك شخصيا بعد كل محل والمكان الاول. مفاجئ او غير مفاجئ هذه الثقه اعتز بها، هذه مسؤوليه، انا ساقوم بدوري وفي منتصف الفتره ساسلم القوه الشابه لتاخذ هذا المكان، وانا اعتز بهذه الثقه كما جاءت في مجلس الجو بهذه النسبه الهائله، واحترم حتى كل واحد شارك في التصويت سواء صوت معي او صوت ضدي. انا يعني سعيد بان النسبه كانت كبيره جدا الى جانبي، لكن انا احترم واضع بعيني الرفاق الذين كانوا ربما يطلبوا مني اكثر وعارضوا. لذلك انا يعني حقيقه انظر الان الى المعركه السياسيه الحقيقيه، وهي كيف نساهم نحن الجبهه وكيف نساهم نحن الجماهير العربيه في اسقاط حكومه اليمين الكارثيه التي ستضرب ضربات اقتصاديه على المجتمع والتي قد تبادر الى حرب والى مغامره عسكريه. يمكن القول ان نشهد اليوم عرس ديمقراطي للدرجه الاولى بقياده الجبهه. هذا عرس ديمقراطي بكل المقاييس والمعايير، اكثر من ذلك الجبهه باتقاطها بكوادرها وببرنامجها هي الحزب الاول، القائمه الاولى في الانتخابات الاسرائيليه سواء بين عرب وبين يهود التي تنتخب قائمه. لذلك نحن في امام مشهد رائع، من هنا ننطلق الى تحقيق انتصار. هل سنشهد يعني تاثير وانعكاس للربيع العربي على قائمه الجبهه من ناحيه هويه المرشحين، ام انه ما كان هو سيكون؟ انا الان رئيس القائمه ورئيس الجبهه، انا لن اتدخل في عمليه التصويت القادمه، المجلس سينتخب وافضل قائمه ستكون هي ما سينتخبه المجلس وليس ما اقوله انا. ولكن انت تعهد بان تقوم بالتنازل بعد فتره. نعم طبعا انا اريد التمثيل النسائي حسب انا اريد ان ادفع التمثيل النسائي والتمثيل الشبابي، لذلك انا ساعطي دوري وما استطيع ان اقدمه للقائمه في الانتخابات وفي منتصف الفتره.